طبعا. ويعني احنا مش محتاجين ناكد ان كل مباراه من هنا لغايه نهايه المشوار مباراه في منتهى الاهميه، بصرف النظر عن انت بتلعب مين وبصرف النظر عن ترتيبه ايه في الجدول. كل اللقاءات، وانا قلت لحضراتكم من بعد ماتش وادي دجله، توقعوا انه كل الماتشات بتاعت النادي الاهلي اللي جايه هتكون صعبه جدا. الدوافع اللي موجوده عند كل فرق الدوري، سواء اللي بينافس للهروب من قاع الجدول او اللي بينافس على انه يدخل في او ياخد ترتيب متقدم في جدول الدوري، ناهيك عن طبعا عن انه في بصرف النظر بقى عن كل حسابات البقاء والصعود والى اخره، انه انت بتلعب الاهلي بطل افريقيا والحائز على لقب دوري الابطال لمده موسمين على التوالي وواخد برونزيه عالم، وبالتالي كل لعيب وكل فرقه عايزه تقدم افضل ما عندها، فبالتالي الماتشات اللي جايه ما تقبلش الاسم على الاثنين، ونقطه واحده غير مسموح تماما بالتفريط فيها. وان شاء الله باذن الله الروح اللي ظهرت في مباراه الانتاج الحربي تستمر معانا لغايه نهايه الدوري ان شاء الله، وواثقين وكلنا الحقيقه ثقه في نجومنا انهم عندهم قدره على حسم البطوله والحفاظ على اللقب اللي بيحمله النادي الاهلي. طيب انا عندي لقاء مهم جدا مع التوبيلي، وقبل يمكن ما نروح للقاء احنا كنا قابلناه لو حضراتكم تتذكروا، طبعا اللي بيتابعوا السادسه عارفين ان التوبيلي ظهر معانا قبل كده في السادسه وكان ليه تصريحات مهمه. توقيت الظهور ده كان تحديدا قبل ما تبتدي بطوله اليورو، ما كانش حد يعرف ولا كان حد يسمع ولا كان حد ممكن يجرؤ انه يرشح ايطاليا انها تفوز بالبطوله، وكان ليه تصريحات كمان متعلقه لان في نفس التوقيت ده كان الاهلي بيستعد لمواجهه كايزر تشيفز في النهائي الافريقي. وفي اللقاء ده اكتشفنا انه التوبيلي اهلاوي بساند النادي الاهلي. هنقابل التوبيلي في السادسه مره ثانيه ونتكلم معاه اكتر بعد ما تم طبعا تتويج ايطاليا من ناحيه ببطوله اليورو والاهلي من ناحيه ببطوله دوري الابطال، بس بعد ما نروح لفاصل سريع ونرجع لحضراتكم.